بسم الله الرحمن الرحيم. المهدي المنتظر وكذابون صف أول. في آخر هذا الفيديو إن شاء الله سنذكر ثلاثة من أدعياء المهدوية الكذابين في هذا العصر كنماذج. هم كثير لكن هناخد ثلاث نماذج فقط من الكذابين في هذا العصر بنسميهم صف أول، وهنذكر ليه سميناهم صف أول، ولكن بعد هذه المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، المهدي المنتظر وكذابون صف أول. ليه دول في الصف الأول؟ لأنهم أشد الكذبة تأثيرا وافتراء وادعاء وتزويرا وتمحلا في القرآن. يعني ادعاء ما في القرآن ما ليس منه وما ليس فيه، يدعون في القرآن ما ليس فيه، يتمحلون في القرآن. والتمحل هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. ليه سميناهم كذابون صف أول؟ وفي كذابين صف تاني. أيوة، كذابون صف أول اللي بيدعي المهدوية رأسا وجها هكذا، وش يدعي أنه هو المهدي على طول، ده كذاب صف أول. كذابين الصف الثاني هنعمل عنهم الحلقة القادمة إن شاء الله، وهم من يخدمون عليهم. يعني اللي بيطلع يقول لك أنا أعرف المهدي من 4 سنين، وهو في دولة كذا وصفته كذا وكذا، ويجيب لك أدلة ويأتي ببراهين، ده بيخدم عليه، ده كذاب أيضا بس صف تاني، ده كذاب أيضا لكنه صف تاني. إحنا النهاردة مع كذابين الصف الإيه الأول هناخد منهم ثلاث نماذج، لأنهم أكثر من أن يستوعبهم الوقت كله. يعني لو جلسنا أيام بل شهور أكثر من أن يستوعبهم الوقت. أعدادهم كثيرة جدا، وجنونهم بأشكال مختلفة، وادعاءاتهم وكذبهم ألوان وأشكال وأنواع، أشياء تضحك. يعني أحدهم يظهر في اليمن، مش هنذكر أسماء، تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحذر من الفعل. إحنا لا، يعني لا علاقة لنا بالأشخاص، لا نريد أي ضرر للأشخاص، لكن نريد زوال الأفكار السيئة والكلام الباطل والافتراء على كتاب الله عز وجل. أحدهم في اليمن يعني يؤلف في القرآن تأليفا ويطبخ فيه طبخا، ثم يدعي أن هذا هو العلم اللدني الذي فتح الله عليه به، وهو لا عنده علم لدني، ولا بيعرف يقرأ القرآن بالتشكيل صح، ولا معلومات أي أحد من أهل العلم قديما أو حديثا قال بها، بل جاء بتخاريف أوحت إليه بها الشيطان. عملت عنه حلقة كاملة سابقة مدتها حوالي ساعة، جئت بكل كلامه وفندته كلمة كلمة، لكن النهاردة بنشير إليه فقط إشارة بسيطة حتى يحذر الناس منه مع غيره. فيطبخ في القرآن طبخا، ويفتري في القرآن افتراء، ويدعي في القرآن ادعاء، ويؤلف في القرآن تأليفا، ثم يزعم أن هذا علم لدني، يعني من عند ربنا مباشرة، بل بيدعي طامات كبرى، وإنه بيعرف الحروف المقطعة، هو الوحيد اللي يعرف تفسيرها، هو ما يعرفش أي شيء، بيؤولها لصالحه، بيؤولها على اسمه هو. كذب، وكذب من صدقه ومن دفع عنه. أما الثاني في اليمن أيضا للأسف، وده شغلته التواريخ،
يزور في التواريخ، يجدد فيها، يلوي زراعة التاريخ ليتناسب مع ما يقوله هو، يجدد في التواريخ ويزور في التواريخ كلما حدث حادث أو طرأ طارئ، وهو أيضا داعي وليس هو المهدي ولا شيء، ولا هو المهدي ولا شيء، ودي نماذج فقط. أما ثالث الكذابين صف أول فهذا أضحوكة أعجوبة زمانه، أظنه في مصر هنا، هذا تجده يجلس هكذا أمام الكاميرا، يضع إحدى ساقيه على الأخرى بمنتهى التكبر، ويقول عن نفسه، يعني بيعرف نفسه للناس في كل مرة، في كل حلقة يتكلم فيها يعرف نفسه، فيقول فلان مهدي آخر الزمان يحييكم، أهلا بيكم. هو بيقول كده، ده المدخل بتاعه دايما، قمة التكبر، حاطط إحدى ساقيه على الأخرى ويقول فلان مهدي آخر الزمان يحييكم، أهلا بيكم. تخيل، ده مهدي. طب والأشد من كده، انتقده أحد يعني المحترمين من أهل العلم أو اللي بيتحدثوا في هذا المجال، انتقده، فإذا به يتوعد هذا الشخص توعدا شديدا، ويقول لهذا الذي انتقده، يقول له هيبقى لنا رد تاني معك، هيكون لنا رد تاني معك. يعني امتى؟ يعني لما يظهر ويصبح هو المهدي ويظهر على الدنيا ودولته تقوم، هيحاسب الرجل ده. بس كده؟ لا، ده شوف يقول ايه، هيبقى لنا رد تاني معك، مش انا بس، امال مين تاني؟ دولة الخلافة الإسلامية كلها. يا سلام، يعني دولة الخلافة الإسلامية كلها اللي انت هتقومها، هتقوم ده كله عشان تحاسب الرجل الذي انتقدك. يقول الرجل، بيقول ايه، كلام غريب جدا، يقول دولة الخلافة الإسلامية كلها التي ستحاسب الكل. هتحاسب الكل، يعني هي جاءت عشان تحاسب الكل. اسمع اسمع الطمة الكبرى، على كل صغيرة وكبيرة كقيامة مصغرة في الدنيا. يعني هو هذا الدعي الذي عمره ما قال آية ولا قال حديث ولا ذكر أي شيء، هو بيضع رجل على رجل ويتكلم، شفاه الله وعفاه، شفاه الله وعفاه، ويتكلم كده وخلاص. بيقول إيه؟ إن هو هيقيم دولة الخلافة الإسلامية التي ستحاسب الكل على كل صغيرة وكبيرة، هتحاسب الكل على كل صغيرة وكبيرة كقيامة مصغرة في الدنيا. يخرب بيتك، انت عايز تقيم قيامة في الدنيا؟ انت ايه، اله؟ انت ممكن الخطوة الثانية تدعي انك انت اله؟ يحاسب الكل على كل صغيرة وكبيرة كقيامة مصغرة في الدنيا. تخيل، ده بيدعي انه مهدي. تخيل، انظر، تعال نحط دول كده. طبعا احنا ذكرنا امثلة، دول ثلاث أمثلة من ألوف الأدعياء، أدعياء صف إيه؟ أول. تعال نحطهم على مسطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقسهم بمقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن بين يدي الساعة كذابين. أهم شفناهم، سمعناهم يا رسول الله في عصرنا ده، وتعبنا منهم ومن ضجيجهم ومن كثرة كذبهم وافترائهم على الناس وتضليلهم للخلق، تضليلهم للخلق، تعبنا منهم يا رسول الله. هؤلاء الكذبة اللي انت قلت عنهم في حديثك يا رسول الله، إن بين يدي الساعة كذابين. قال جابر رضي الله عنه فاحذروهم، فاحذروهم. وأنا أوصي كل الناس، كل مسلم صحيح يفهم فهما له عقل، يميز هؤلاء الكذبة فيحذرهم، كما قال سيدنا جابر بعد أن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إن بين يدي الساعة كذابين، قال جابر فاحذروهم، فاحذروهم. وفي رواية للإمام أحمد بيقول فيها النبي إيه صلى الله عليه وسلم، رواية للإمام أحمد، النبي بيقول فيها إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا. لا تقوم الساعة، طبعا 30 كذابا ده عدد يعني رمز، عدد رمزي، لكن هم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير. لكن شراح الحديث يقول النبي بيقول ده على سبيل الإيه؟ الإجمال، على سبيل الإجمال. لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى، ممسوح العين اليسرى.
يعني الكذابين هيتوالوا يتوالوا زي اللي احنا بنشوفهم دول، كثر أعدادهم كثير جدا، آخرهم الأعور الكذاب اللي هو المسيخ الدجال، ممسوخ العين اليسرى أو ممسوح العين اليسرى. انظر، يبقى أما هؤلاء الأدعياء فحسابهم كبير بين يدي الله عز وجل. هؤلاء الأدعياء الذين يتسولون المهدوية ويحاولون جمع الأنصار والأتباع ويستزيدون من أعداد أتباعهم ويستدفئون بتلك الأعداد التي تتبعهم من دون الله، من دون الله، كأنهم يعبدون جماهيرهم والعياذ بالله. فهم الأدعياء دول أحد رجلين، إما رجل ألم به مرض نفسي، أو آخر أصابه مس شيطاني، أو دجال ممعن في الدجل والكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا هؤلاء، احذروا الكذابين صف أول، احذروا الكذابين صف أول، احذروا الكذابين صف أول، والكذابون صف أول هم الذين يدعون أنهم المهدي. كل واحد منهم بيدعي أنه المهدي. طب نشوف مهدي من مهدي اليمن، مهادي اليمن ولا مهادي السعودية ولا مهادي تونس ولا مهادي مصر ولا مهادي العراق ولا الجزائر ولا المغرب؟ إيه ده؟ ما هذا السيل الجارف من المهادي الذي خرج علينا وكلهم عن بقرة أبيهم كذبة يقولون قولا جانب الصواب وجاف الحقيقة كل الجفاء. قولهم وادعاؤهم جاف الحقيقة كل الجفاء. كذبوا وخابوا وخاب مسعاهم. نسأل الله أن يهديهم لأرشد أمرهم ويعيدهم لجادة الطريق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المهدي سيأتي، المهدي الحقيقي اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ليحيي سنة رسول الله، يحيي، مجرد يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلح الله به الدنيا فتملأ عدلا بعد أن ملئت ظلما وإيه وجورا. هذا هو المهدي الحقيقي. أما هؤلاء الكذبة الذين كل همهم جمع الأنصار والأتباع، فلا فائدة منهم إلا الضجيج وضياع وقت الناس في الأمور الفارغة والترهات التي لا أول لها ولا آخر التي ينسجونها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.